انا اسمي مها اسامة، تمام. عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على الفيسبوك. وعارفة ان ده قرار مش سهل وهيجيب لي مشاكل كتير، بس انا قد القرار ده ودرسته كويس قوي، وهتحمل الحلو بتاعه والوحش بتاعه، والوحش هتحمله الاول. اللي عايز مهتم ان هو يعرف تفاصيل كتير عني هيعرف يوصلي ازاي. اللي هي عايزة توجهلي رسالة تقولي بطلي فيديوهات، ما تتكلميش في فيديوهات. مع كامل احترامي لرأيكو، انا هعمل اللي انا شايفاه صح، ولما احس ان هو مش صح هبطله. اهلا وسهلا يا مها، اهلا بحضرتك. اقول لك مبروك. لا لسه. لسه شويه. قولي لي انت الفكره جات لك ازاي يا مها؟ بص حضرتك، هي الفكرة مش نتاج يعني لحظة تفكير، هي الفكرة نتاج سنين عدت عليا، حسيت المجتمع قد ايه بيقلل من البنت اللي اتأخرت في الجواز. وبعدين حسيت ان انا عايزة اكتر الصمت ده، يعني ان ما ينفعش البنت تكتم في نفسها وحالات الانتحار تزيد والاكتئاب يزيد والمشاكل تزيد، يعني لازم يبقى في وسيلة للتعبير عن البنت. بس يا مها، مش انا حاسس ان انت صغيرة قوي يا مها، يعني انا حاسس ان انت قدامك العمر طويل قوي حسب ما قريت. انا مش هسألك انت عندك كام سنة، بس انا حاسس ان انت صغيرة لسه قوي. مستعجلة على الجواز ليه؟ مش مستعجلة على الجواز، بس يعني فكرة الركود في حد ذاتها فكرة مرفوضة. الركود الاقتصادي ولا الركود الزواجي؟ الركود في كل أحوال الركود. ودي انت متخرجة منين يا مها؟ نعم، انت متخرجة منين؟ تجارة. تجارة، بكالوريوس تجارة ولا دبلوم؟ لا بكالوريوس. بكالوريوس تجارة. بتشتغلي؟ كنت بشتغل. طيب قولي لي بقى، انت طبعا من ساعة ما عملت الفيديو جات لك طلبات كتيرة جدا، انا متأكد ما عنديش معلومة صح ولا غلط، كلامي صح؟ مظبوط. في طلبات كتيرة جات لك؟ ايوه. قولي لي في الغالبية بتتكلم عن ايه؟ عايزين منك ايه او بيسألوا عن ايه يا مها؟ علشان التجربة بتاعتك لو نجحت هيبقى في كتير جدا هيقلدوكي، فقولي لنا اهم الطلبات بيقولوا لك ايه، وايه المميزات اللي فيهم، وايه اللي لفت نظرك في الحكاية؟ يعني كلهم عايزين فكرة ان انا كسرت التابو بتاع ان البنت ما تطلبش الجواز. معايا تليفون. تمام؟ اتفضلي. ايوه يا فندم. فانا كسرت الحته دي وما عملتش حاجه عيب ولا حرام ولا حاجه مخله، فيعني ما فيش اي حاجه تدني. تمام. بس فانا يعني انا بس انا معلوماتي ان انت بعد الفيديو ده رفضوكي من الشغل. مش بالظبط، يعني عشان اكون صريحه مش بالظبط، انا اللي قدمت استقالتي. يعني هما ما رفضوكيش ولا حاجه؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. هو كان هيحصل sooner or later يعني. طيب انت فانت قلت اخدها من قصيرها. بالظبط. طيب قولي لي كم طلب جالك يا مها؟ لا ما اقدرش احدد بالعدد بالظبط، بس جالي طلبات كتير. يعني اقدر اقول عشرات ولا مئات ولا الوف؟ لا مئات. مئات. بيسالوك عن ايه يا مها؟ يعني ايه بيسالوني عن ايه؟ يعني انا لما اجي اتقدم لواحده بقول لها انت عندك كام سنه؟ انت مؤهلك ايه؟ انت هتعملي ايه؟ بيبقى في اسئله، ما انا مش هروح اتجوز واحده. ما هي الحاجات دي، مفيش حاجه تانية يعني. يعني طب اطرف الحاجات اللي انت قريتيها ايه يا مها؟ والله انا ما قريتش حاجه، يعني الله اعلم ايه اللي نزل لغايه دلوقتي، بس انا ما قريتش حاجه يعني بتزي. قريت يعني قريت ناس كتير قوي دعماني. يعني ايه الطلبات اللي هم حد طالبها منك او الاسئله اللي بيسالوها لك؟ الاسئله العاديه بتاعت التعارف، مفيش اي حاجه اوفر يعني. طيب انت يا مها، وانت كل بنت من ساعه ما بتتولد ومعاها العروسه بتحضنها وبتتخيل فارس الاحلام، انت ايه مواصفاتك اللي انت عايزاها يا مها؟ الطبيعي اللي ما بقاش موجود. لا فهميني، لا يعني ايه الطبيعي اللي هو الأبسط الطلبات اللي هي ما بقتش موجودة؟ زي ايه؟ الاحترام، الجدية، الالتزام، المسؤولية. ده كلام عام يا مها. طيب انا عايزة تفهميني من وانت يعني صغيرة قاعدة تقول الجدية والالتزام والمسؤولية.
لا حضرتك ده مش موجود دلوقتي يا ست، قولي لي سيبك موجوده، لان انا بسال مها. انت يا مها عايزه ايه؟ انت ايه المواصفات اللي انت عايزاها؟ مش حاجه معينه، بس يعني حد يحترم فكري، يعني ما يكونش منتقد لفكري. طالما انا ما بعملش حاجه ولا عيب ولا حرام، ما يكونش فيه انتقاد ليا او يعني تقليل مني. طيب يا مها، انا عايز اكلمك النهارده عيد الاب وانا راجل عجوز، لو تقبليني زي والدك. اكيد طبعا. مها، انا خايف ان الفكره طبعا جريئه وجديده وما فيهاش شيء، ومن الممكن ان المراه تخطب لنفسها، ده ما فيش مشكله. انما انا خايف يا مها ان بعدين يبقى في الاول بنبقى حبايب ونحب بعض وبنقعد نشرب ليمون وبنقول كلام رومانسي، انما لما نتجوز اقول لك ده انا واخدك من على النت، وانا اسف في التعبير، انا بقول لك بفكر معاكي. والله حضرتك ما فيش حد ما بيعمل يعني بيعمل حاجه هو مش مسؤول عنها، والكلام ده ممكن يتقال في اي حوار او اي سياق او اي طريقه. يعني طب يعني هل انت مستعديه يا مها؟ اسمعيني يا مها، هل انت مستعديه نفسيا ان لما لو قال لك كده بقول لك ايه؟ تنططيش عليا، ده انا واخدك من على النت، هتعملي ايه؟ ما هو انا يعني هحاول تماما ان انا اتفادى ان انا اسمع الكلمه دي، لان انا هحاول اعرف الشخص كويس جدا. ولو عرفته كويس جدا ما افتكرش ان انا هسمح ان هو يقول الكلمه دي او هيكون هيحصل. انت عايزه مهر قد ايه يا مها؟ لا انا الماديات مش يعني مش دي الطريقه اللي انا بفكر فيها في الجواز، الماديات. يعني مش عايزه مهر يا مها؟ لا اكيد عايزه مهر طبعا. بس عايزه شبكه ولا مش عايزه شبكه؟ اكيد طبعا. زي عايزه فرح ولا مش عايزه فرح؟ اكيد طبعا. الفستان العروسه على مين يا مها؟ والله حضرتك انا ما بعرفش الحاجات دي، مين اللي المفروض يبقى اللي عملت فيديو على اللي عملت فيديو بمنتهى الجدعانه والجراه تقول لي مش عارفه الحاجات دي؟ في حاجات كتير ما اعرفهاش على فكره في تفاصيل. اللي يعرفها مين يا مها؟ بنات تانيه اكيد. ماما جنبك؟ حاليا لا. طيب في كل الاحوال انا يعني انا اب وانا مقدر ان مش عيب ولا حرام ان يحصل ان الست تقول ان انا يا جماعه عايز اتجوز وانا ما بعملش حاجه شيء وعلى الغلط، انا بطلب اللي ربنا سبحانه وتعالى احله البنت وبعمله بشكل علنا وفي اشهار امام الجميع. كل ما اخشاه يا مها ان البعض يقلدك الحقيقه بشكل مش لطيف، وانت بتعرفي ان في بعض المواقع والتطبيقات احيانا تستغل شكل البنت وجسمها وانوثتها في الترويج لاشياء اخرى غير الزواج. هل متنبهه لده يا مها؟ انا ما افتكرش ان انا ظهرت بصوره مخله. يعني انا عارف انا بقول لك انا اخشى ان البعض يقلدك بس بصوره تانية ويستغل المساله دي في انه يعمل حاجات تانية، وانت عارفه مواقع التوك توك وبعض المواقع واسمه ايه ده، في بعض مواقع كده لايف ان ولا في حاجات كده يعني. فانا بقول لك انت واخده بالك من النقاط دي؟ اكيد كل واحد مسؤول عن افعاله وعارف هو بيعمل ايه وعارف ايه الصح وعارف ايه الغلط، واكيد لو حصل ان بنت قلدتني بطريقه مش كويسه هتلاقي هجوم. اذا كان انا مع يعني ما عملتش حاجه مخله ولقيت هجوم، يعني هجوم ايه؟ الهجوم اكتر ولا اللي بيدعموكي اكتر؟ لا في ناس كتير بتدعمني، بس طبعا يعني انا الجينيريشن اللي هو اكبر شويه مستغرب الفكر. ماما وجهه نظرها ايه؟ طبعا هي حركة جريئة وفيها شوية اندفاع، بس هي في الأول في الآخر ما فيهاش حاجة غلط، فأنا المسؤولة عنها. يعني أنا أفتكر إن أنا كبيرة كفاية. طيب وبابا يا مها؟ نعم. وبابا؟ برضو كان في نقاش حاد حصل وتوصلنا إن أنا مسؤولة عن أفعالي، وفي الأول في الآخر كل شيء نصيب وأنا مش هقدر أغير القدر. القدر المكتوب لي هقابله. هل في حد تقدم لك قبل الاعلان ده يا مها؟ حضرتك تتكلم على مره على طول حياتي ولا على انت؟ قبل الاعلان ده هل في حد تقدم لك؟ طبعا في ناس كتير اتقدمت. ورفضتيهم ولا هم اللي رفضوكي؟ في حصل كده وحصل كده، حصل عدم توافق، حصل ما فيش اتفاق، حصل يعني في كل الاحوال يا حبيبتي، في كل الاحوال ربنا يحميكي ويحرسك ويهديكي الزوج الصالح، وانت تكوني زوجه صالحه، وربنا يعمل التجربه دي، تمم لك التجربه دي على خير. وكل ما اتمناه ان تكون في حدود الشرع وفي حدود العلانيه والاشهار وكل شروط الزواج الصحيح. اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا.